قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، هذا الشرط الرابع. شنو الشرط الأول؟ رضا الزوجين، الثاني الولي، الثالث الشهود أو الإعلان، الرابع الآن تعيين، التعيين، تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. فلو جاء رجل إلى آخر وقال له هذا ابني ونريد أن نتزوج ابنتك، فيقول زوجتك ابنتي، هو عنده 4 بنات. طيب زوجته من بناتك؟ فلا بد من التحديد. قد يقول هو يريد واحد وزوجه ايش؟ غيرها. فلا بد ان يعين، يقول زوجتك ابنتي فلانه. او يكون عدم التعيين في الزوج، فيقول زوجت ابنك ابنتي فلانه، هو عنده اكثر من ابن، 4 ابناء مثلا او اكثر او اقل، فيقول زوجت ابنتي فلان لابنك، اي ابن فيهم. فالمهم لابد من تعيين الزوجين، الا اذا كان ما عنده الا ابن واحد، او هذا ما عنده الا بنت واحده، هنا تعينت، ما عنده الا بنت واحده، زوجتك ابنتي معروفه خلاص، او زوجت ابنك وما عنده الا ابن واحد، عرف هنا. المهم ان يعرف الزوج بعينه وان تعرف الزوجه بعينها، هذا يسمى التعيين، هذا يسمى التعيين. قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها، الكبيرة الصغيرة السمينة النحيفة التي تعمل التي لا تعمل، المهم أن ابنتي من زوجتي فلانة، المهم أن تحدد البنت، تعين البنت، وكذلك أن يعين الزوج. فلا بد من تعيين الزوجين.